السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمشاهدينا الكرام. نسأل الله عز وجل أن تكونوا بصحة وعافية دائما إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد ألا وهو عن محاكي الشاحنات إصدار 1.37. نعم، كما تشاهدون هنا في الخريطة الأقل سنذهب لهذه الحمولة في هذه الخريطة، خريطة جبال الموت. نعم، سنختصر الوقت قليلا بالكاميرا المتنقلة لكي نصل إلى المكان المعلوم في أسرع وقت. الآن نحن نتواجد في إحدى الخرائط، خريطة جبال الموت. نعم، لذلك يجب أن نستعمل الكاميرا المتنقلة لكي نختصر الوقت. نعم، جبال خطيرة جدا كما تشاهدون وطرقات صعبة جدا. سنرى متنقلة لكي نصل في وقت أقل إلى الحمولة. أخطر خريطة في عالم محاكي الشاحنات الأوروبية كما تشاهدون. نعم، الآن سنتمم الطريق من هنا. لكن شاحنة خرافية وعالم الدولة المغربية كما تشاهدون. نعم، الآن نحن ذاهبون إن شاء الله إلى تلك الحمولة الضخمة، لكن وضع الطريق صعب جدا كما تشاهدون.
سلام لقد تعطلت الشاحنة يا أصدقاء. شاهدوا وضع الشاحنة، الشاحنة تعطلت. لقد أوقاتها في هذا المنحدر كما تشاهدون. تعطلت الشاحنة. منحدر خطير، الشاحنة الآن تعطلت. لكن خريطة خطيرة جدا كما تشاهدون. الآن يجب أن نحمل الشاحنة إلى الصيانة لكي نصلحها مجددا. شاهدوا وضع الشاحنة الآن. شاهدوا وضع الشاحنة. أوقعتها في منحدر كبير وخطير جدا كما تشاهدون، لكن الشاحنة الآن تحتاج النقل إلى صيانة لكي نعيد إصلاحها من جديد كما تشاهدون. منحدر خطير جدا كما تشاهدون. الآن سنعمل كاميرا متنقلة لكي نستطيع أن نصعد دون أن نقع إلى الأسفل. نعم، سأحاول أن أصعد إلى الأعلى بشكل سريع لكي أنقذ الشاحنة، لكنها تحتاج صيانة لا شك في ذلك. الصيانة ضروري. سننزل إلى الصيانة، توجد في هذه المدينة هنا، لكن يجب أن أنزل إلى الصيانة بسرعة. نعم نعم، هنا الصيانة كما تشاهدون مباشرة في الأسفل. سأنزل إلى الصيانة هكذا. نعم، سننزل الشاحنة هنا، ندخل إلى الصيانة لكي نصلح ما تعطل في السيارة. فندخل إلى إصلاح الشاحنة. نعم،
همزة نضغط على هذا الخيار هكذا وس نشتري إعادة شاهدوا هذا الخيارات المحرك نعم والعجلات كلها تعطلت سنشتري من هنا إعادة إصلاح شاحنة من هنا نعم هكذا الآن أصبحت الشاحنة جاهزة كأنها لم تقع في ذلك المنحدر جيد نعم الآن لقد أصلحنا قمنا بإصلاح الشاحنة نعم الآن قمت بإصلاح الشاحنة كما تشاهدون سنرجع قليلا إلى الخلف نعم أصبحت الآن الشاحنة جيدة سأفعل لها صورة نعم أصدقائي وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو لا تنسوا اللايك للفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته